السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة كورسات أونلاين. دايما معكم أحمد علي من القناة. لو لسه أول مرة بتشوف الفيديوهات عندي في القناة، فأتمنى اشتراكك عندي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. طبعا الفيديو ده لو أنت لسه بتشوف بخصوص الوورد 2019، فأتمنى إنك تدخل على قوائم التشغيل، هتلاقي كورس شرح الوورد 2019 من البداية. تمام، شرحنا فيه اكتر من فيديو، تمام، حلقة 5 و6، المفروض دي تكون 7، تمام، وهكذا. والحلقة بتاعت النهاردة ديت هي الحلقة الثامنة بإذن الله. تمام، طبعا للتواصل معايا لو في اي مشكلة عندك، فمن خلال البيج بتاعتي على الفيسبوك، وهتلاقي بتوصل منين للبيج، هتدخل على القناة عادي، هتلاقي في الاختصارات هنا هتضغط عليه يحولك مباشرة على البيج بتاعتي. تمام، يلا بقى مش عايزين نطول في المقدمة وعايزين ندخل على الموضوع على طول. موضوعنا النهاردة هو ازاي انك تعمل فايند او توجد كلمة في ملف الوورد بمجرد انك تكتب الكلمة بس عشان تظهر لك على طول. تمام، عن طريق اللي هو ايقونة فايند. فاحنا طبعا هنفتح الملف ونعمل محاذاة الخط في النص ونكبر الخط ونخليه وليكن 28. تعالوا كده بقى نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الله أكبر وليكن، الله أكبر. هنكتب أحمد حسين محمد أحمد حسين. طبعا بقى أنت تكون بتكتب كلام خاص بك أنت. تمام، تكون بقى بتكتب أيا كان بقى أنت بتكتب في البحث بتاعك، أو شوف بقى أنت بتتعامل إزاي. طيب هنا أنا عايز أعمل فايند، يعني عايز أخليه يعمل لي فايند على وليكن كلمة الله، يعني يوجد لي كلمة الله فين بالظبط. تمام، فليكن هنخليها، هنيجي هنا على فايند ونضغط، هنلاقي كلمة فايند أداة اسمها فايند، ونضغط عليها ونكتب وليكن هنبحث عن كلمة الله، هنلاقيه ظلل لنا الكلام بالشكل ده زي ما انتم شايفين، هيظلل لك كل كلمة الله موجودة. طيب تعالوا كده نكتب، نعمل سيرش على كلمة بسم ونضغط انتر، مفيش غير كلمة بسم بس هي الوحيدة اللي معانا. طيب وليكن هنبحث عن احمد، هنبحث عن احمد، فعلا احنا ما كتبناش غير 2 احمد، وهو جابها لي كده. تمام، طيب تعالوا بقى نضغط هنا كده اهوت، لو كتبنا حاجة، كتبنا احمد جديدة وضغطنا انتر، قال لك في 3 احمد، الريزلت النتائج جاب لك 3 احمد. لو ضغطت في البيج عايز تعرف كلمه الكلمات دي موجوده فين، فبيقول لك ان في 2 احمد في البيج رقم 1 وفي 1 احمد في البيج رقم 2. تمام، طيب بطريقه تانيه برضو، تعالوا نرجع كده، خلاص مفيش حاجه، خلاص تمام، او عن طريق ان احنا نعمل كنترول اف، نضغط كنترول اف هيفتح لك حاجة كده في الجنب، وطبعا انت هتكتب احمد. طيب تعالوا بقى نشوف حاجة تانية، نكتب وليكن حسين، جاب لك 2 حسين اهوت، لو كتبنا وليكن حسين هنا طبعا تتأكد بالظبط الكلمة اللي انت بتكون كاتبها، تمام، عشان تكتبها بالظبط، وهنقول له حسين اهو جاب لك كل حسين، وهكذا بقى اي حاجة انت بتبدأ تعمل لها سيرش هو بيجيب لك الموضوع بدون اي مشاكل، بس انت بتضغط يا اما كنترول اف من الاختصارات او بتضغط على فايند وبيفتح لك القائمة ديت في الجنب. تمام، في الفيديو ده اتمنى انه يكون عجبكم وانكم تكونوا بتستفيدوا، واحب اقول لكم اتمنى ان اكون يعني بفيدكم جدا وانكم تكونوا تستفيدوا من الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.